فيديو جديد ومعاكم نهى من شركة ايفن. والنهارده معادنا مع فيديو جديد من فيديوهات فتح الكراتين. هنفتح اول اوردر وصلني في حملة 11 نوفمبر 2022 من منتجات ايفن. حبيت اعمل اوردر صغنون في بداية الحملة عشان البروشور يجيلي وانزله لكم على القناة، وكمان كان فيه هدية حلوة قوي عجبتني فحبيت ان انا الحقها قبل ان نبتدي الفيديو بتاعنا. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا تعالوا نشوف الاوردر الصغنون دوت في ايه. وبفضل الله رجعنا تاني نقول هنشيل البروشور، يا رب الشهر اللي جاي تكون مجلة الاعضاء اتوفرت او في يناير باذن الله على خير. احنا الامور كلها هتبتدي ترجع زي ما كانت واحسن كمان، وزي ما انتوا شفتوا كده في بروشور ديسمبر يعني روعة روعة. معانا 5 برفانات جديدة حريمي وزيهم رجالي، معانا منتجات كتير حلوة، معانا باكجينج شكلها اتغير، وايفون دايما في تطور ودايما بتطور من نفسها. فالبروشور رائع بدرجة انتوا لا تتخيلوها، اللي ما شافهوش فايته كتير. ده البروشور معانا وبإذن الله هتتوفر عن قريب مجلة الأعضاء، وكمان التحفيزات بتاعتنا وطريقة التعامل مع الابليكيشن بتاع ايفون اون كاتبينها في ظهر الفلاير بتاع التحفيزات. دول كده كانوا من اهم الحاجات بالنسبة لي في الاوردر، واللي انا طالبة الاوردر عشان خاطرهم مخصوص، وعشان خاطر حاجة كمان هقولكوا عليها دلوقتي. دي الفاتورة بتاعتنا ودي الاكياس، ونقول بسم الله. الاوردر بتاعنا صغنون جدا جدا جدا، وهو عبارة عن البابل باس بتاع البابلي جام، ومبسوطة ان انا لحقته لان هو واضح ان هو مش هينزل معانا في البابل باس الانواع الجديدة او الله اعلم يعني، بس انا بحب ريحته قوي 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 انا وبنتي بصراحة. فالحمد لله لحقت واحد الحملة دي، ولو ان شاء الله عملت اوردرات تانية باذن الله هطلبه تاني. ده بحجم 500 ملي، ريحته بابل جام، ريحته عاملة زي اللبان بالظبط ومسكرة وجميلة، تحسوها كده فروتي ومنعشة وشجري، يعني بتجمع حاجات كتير قوي. وطبعا البودي لوشن اللي بيطلب مني كتير قوي 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 قوي، وهو البودي لوشن بتاع الكوكونات اويل اللي بجوز الهند او بزيت جوز الهند، وحجمه 750 ملي، وده الشكل بتاع السمر او بتاع الصيف. معرفش هما ليه منزلينه في دخلة الشتاء، بس ايا كان وايا كان اختلاف الباكجينج، لان اللي بالجوز الهند واللي بمية الورد وزبدة الشيا وانواع كتير قوي بينزل منها اشكال كتير، ولكن المنتج هو هو. وبرضو الباكجينج اللي نازلة معانا باذن الله في شهر 12 برضو هو اختلاف باكجينج، لكن المنتج هو 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 هو، نفس الريحة ونفس الترطيب ونفس الجودة ونفس النوع، فهي بس اختلاف اشكال ليس الا نوع من انواع التجديد، لكن المنتج من جوه هو هو. لان في ناس كتير بتبعتلي عايزة لوشن جوز الهند اللي عليه الورد، هو اللي عليه الورد زي اللي عليه السنورفليكس زي اللي عليه الشكل دوت، وبرضو كان في منه شكل تاني متاح عندي على الجروب. فكلها كلها اشكال من بره، ولكن المنتج من جوه هو هو. وطبعا اللي اتفرج على الريفيو بتاع ايفون سينسز عارف ان انا بعشق الشاور كريم بتاع الديفاين تايم اللي هو بالفانيليا وخشب الصندل، حجمه 720 ملي، بيقعد كتير، ريحته قوية وفواحة، ومع دخلة الشتاء يعني ده my favorite shower cream in even، يعني حاجة كده ريحة وترطيب وبتخرجي ريحتك مفحفحة ومفوحة من الشاور مترطبة، كل حاجة كل حاجة. بالاضافة طبعا ان هو فيه بامب زي ما انتوا شايفين، يعني كمان استخدامه سهل، حجمه كبير، بيقعد كتير، سعره خطير، ريحته وهمية. انا من عشاق الفانيليا عموما، يعني اي حاجة فيها فانيليا هتلاقوني دايسة على طول. فالحملة اللي فاتت جيت اطلبه لقيته اتنسف، فعلى طول اول الشهر اول ما بدأ طلبته على طول، لان انا ما اقدرش استغنى عنه في الشتاء، فعشان كده جبت 2، ولو لحقته هجيب 2 كمان. الاوردر بتاعنا كان صغنون، يعني كان في حدود 450-500 كده يعني،
فطبعا ما فوتش الهدية بتاعة تحفيز 400 جنيه. وطبعا الهدية دي يا بنات اللي بيحط الكود بتاعها ما بيقدرش ياخد اي هدايا تانية على مدار الحملة ولا اي تحفيزات تانية، فناخد بالنا سواء انا عضوة جديدة او عضوة قديمة ناوي اعمل اوردرات على مدار الحملة واكبر اوردراتي واخد تحفيزات عالية، يبقى محطش كود التحفيز ده. لو انا هعمل اوردر صغير لاحتياجاتي الشخصية، عشان في ناس فاكرين ان ايفون يعني شغل او ان انا ابيع، لا، في ناس كتير معايا في الفريق بتاعي عاملين العضوية عشان يشتروا احتياجاتهم الشخصية وبيعملوا اوردرات صغيرة كل شهر وبياخدوا التحفيز بتاع 400 جنيه. والتحفيز كان درجة انا بموت فيها وهي عندي بالفعل، عشان كده الدرجة دي هتنزل على الجروب عندي بسعر روعة جدا للي عايزها، وهي الدرجة بتاعت كونستانت شيري، درجة احمر ملهاش حل ملهاش حل، من اجمل الدرجات بتاعت الروج بتاع ايفون باور ستاي اللي هو بيثبت لمدة 10 ساعات. انا حتى هخليها بالباكجينج بتاعتها كده زي ما هي، لان انا عندي واحد نفس الدرجة وبحب درجته جدا، ولما شفته في التحفيز انبسطت جدا، يعني قلت حتى لو هيبقى عندي منه تاني مفيش مشكلة، او هعرضه على الجروب، لان اكيد 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 في بنات كتير هتحب الدرجة دي، وانا هنزل لكم صورة الدرجة هنا على السكرين عشان اللي حابب ان هو يخش على الجروب عشان يطلبها او يبعت لي على الواتساب، ورقم الواتساب موجود هنا على الشاشة عشان يعمل العضوية معنا في ايفون يستفيد من الخصومات بتاعة البروشور والعروض الداخلية بتاعة الاعضاء واقل سعر شحن على مستوى جمهورية مصر العربية، واحيانا بيكون الشحن مجاني، بتطلبي منتجاتك وتاخدي عليها خصم وما بتدفعيش ولا جنيه شحن. اما اللي حابب ان هو يعمل اوردر صغنون من عندي من على الجروب ومش هيبقى مستمر في الشراء، فانصحه طبعا ان هو يخش على الجروب بتاعي، واللينك بتاعه في اول تعليق مثبت وكمان في صندوق الوصف، واسمه هينزل لكم هنا على السكرين، عليه عروض حلوة جدا جدا جدا. طبعا اي حاجة من الحاجات دي اللي موجودة معانا في الكرتونة لو حبيتوا ان انتوا تطلبوها، او حاجات كتير متاحة عندي، تقدروا تخشوا على الجروب بتاعي وتشوفوها. اتمنى يكون الفيديو افادكم، ولو حاجة بسيطة حابة بس ان انا انوه ان التحفيز بتاع 400 جنيه متغير، التحفيز ده بيبقى عبارة عن كمية معينة من المنتج، بمجرد ما بتنتهي بيحطوا لها بديل، فمش شرط ان انا اخدت درجة الروج دي ان انت تاخدي روج اصلا، ممكن يكون المنتج في الوقت اللي انت بتعملي فيه الاوردر بتاعك مختلف خالص، ممكن يكون الروج بس درجة تانية. فحبيت برضو انوه على موضوع التحفيز دوت عشان في ناس كتير بتسألني عليه. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات حلوة كتير وريفيوهات احلى. على خير، باي باي.